واتمنى ان تلقى اجماعا حولها حتى يكتب التاريخ باننا لم نضغط. مع تعدد المبادرات التي تسعى إلى تقديم مقترحات لحل الأزمة في البلاد، تغيب الأحزاب السياسية عن المشهد ويتوارى قادتها عن الأنظار، رغم أنهم كانوا السباقين نحو المنصات والمنابر الإعلامية قبل فترة ليست ببعيدة. هذه الأحزاب لا تنظر إلى الحراك اليوم، ولكن تنظر إلى ما بعد الحراك، فهي حساباتها للانتخابات الرئاسية وحساباتها إلى ما بعد الحراك. الأفلان يتخبط في مشاكله الداخلية، والأرندي أمينه العام رهن الحبس المؤقت، وهو ما يحدث مع حزبي الحركة الشعبية الجزائرية والعمال. أما تجمع أمل الجزائر فينتظر مصير رئيسه مع القضاء حول تهم فساد. ومن الأحزاب أيضا من بادر وحاول واقترح دون جدوى، أما القسم المتبقي فربما يبحث عن التموقع في المرحلة المقبلة، وهو ما يطرح التساؤل حول مصداقيتها وجدوى وجودها. ما معنى أنه 5 أشهر من الحراك الشعبي ولم يتحرك البرلمان ولم سواء بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة على الأقل في فتح نقاش عام من أجل طرح الانشغالات وتقديم الحلول؟ هذا ما يؤكد بأن هذه المؤسسات ضعيفة ولم تكن تمثيلية بالطريقة الصحيحة، فهي قد تكون ملكة الشرعية من خلال إجراء الانتخابات، لكن كانت فاقدة الأهم عمود في السياسة وهي المشروعية. سقطت الأغلبية والأقلية في البرلمان في اختبار حراك الشعب، فكل حزب بما لديهم منشغلون، بعضهم بالصراعات والحسابات الشخصية، وبعضهم بتهم الفساد، في أكثر الأوقات التي يحتاج فيها الشعب لمن يقدم الحلول.